كما لقي صحفي مصرعه وجرح 9 آخرون إثر انفجار سيارة في شمال العراق في حادث قال رسميون أكراد إن مسلحين إسلاميين دبروه. ويعتقد مسؤولو أمن في الاتحاد الوطني الكردستاني أن جماعة أنصار الإسلام التي تتهمها واشنطن بأنها على صلة بتنظيم القاعدة هي المسؤولة عن الحادث الذي وقع خارج قرية خورمال قرب الحدود مع إيران. وتبين أن الصحفي الذي قتل في الحادث هو مصور أسترالي يعمل بشكل مستقل لدى التلفزيون الأسترالي. أو من منطقة توجد فيها خزانات أحيانا يتصاعد هذا الدخان، ويبعد هذا المكان عن القاعدة حوالي الكيلومتر إلى الكيلومتر ونصف الكيلومتر، ولكن لا شيء في محيط هذه القاعدة، لا عند البوابات الأمنية الخارجية ولا في السور المحيط والمؤدي إليها، والطريق طبعا يعني متحكم بها بواسطة القوى الأمنية. لا شيء، لم أشاهد أي شيء على الإطلاق، وسأحاول أن سيحاول المصور الآن أن يقترب بالصورة لتروا المكان الذي أتحدث عنه. تلك هي الخزانات التي شاهدنا من ناحيتها، من جهتها الدخان يتصاعد، وربما إذا اتجه إلى اليسار قليلا. If you can go to the left please Richard a little bit, there is some smoke. هناك بعض الدخان من الجهة اليسرى إلى يسار تلك الخزانات، لا أعرف إذا كنتم تشاهدوها الآن، دخان خفيف، ولكن ترون أيضا المسافة، يعني هي ليست بالقريبة من القاعدة. نعم، ذكرت أنها كيلومتر ونصف الكيلومتر، وحتى يبدو أنها ليست قوية لدرجة أن نرى الدخان بشكل واضح حتى ولو عن هذا البعد. يعني كيلومتر لو كان الانفجار أقوى عمر ربما كان يفترض أن نشاهد أعمدة الدخان تتصاعد أكثر. يعني هل هذا يعكس أنه انفجار ليس أصلا قويا بحجم؟